ما في شخص موجود بالعالم كله ما بيرغب يحقق الاكتفاء والفرح. أنا سافرت على كل أقاصي هالأرض، درست مختلف الثقافات على الصعيد الاختباري وعلى الصعيد الأكاديمي، وبقدر قلكن إنه ما في ولا مجموعة وين ما كان بالعالم ما بترغب بالاكتفاء والفرح بالحياة. إذا مشيت بين الصفوف هلا وسألتكن وأجبتوا بصراحة شو أكتر أمر بيتصدر لايحة تمنياتكن، رح يكون الفرح والاكتفاء بالحياة. ومثل ما بيقولوا، ما بدنا الكتير لكن بدنا كل شيء. الأمور يلي فعلا مهمة، من مدة ببداية التسعينيات عائلتي وأنا مرينا بفترة تجربة، مرينا بفترات عصيبة، أمراض معروفة وأمراض مش معروفة كانت عم بتصيب عدة أفراد من عائلتنا وكلها بالوقت نفسه، وكتير منكن بهالكنيسة صليتوا معنا ووقفتوا جنبنا. لكن يلي بدي قلكن عنه هو شو الله علمنا كعائلة، شو الله علم زوجتي وعلمني بهالأوقات العصيبة. واحد من أهم الدروس يلي تعلمناها بحياتنا المسيحية كان بهالأوقات من التجربة العصيبة، الرب قادنا بلطافة وعلمنا عن قوة حياة التسبيح. الرب بمحبة قادنا للحياة الأسمى يلي بتجي فقط من معرفة كيفية تسبيح اسم يسوع، خصوصا بالأوقات الصعبة بالحياة. وبدي قلكن بالبداية، إذا رح تسمعوا شو رح قلكن بسلسلة العظات الجاية بالأسابيع القادمة، إذا بتسمعوا شو رح شارك معكن، وإذا بتتبعوا بعض الأمور يلي علمنا إياها الرب، بوعدكن إنه حياتكن ما رح تكون مثل قبل. أنا دقيق جدا لما أعلن مثل هالأمر، مش بسبب يلي رح قلكن عنه، بل بسبب شو بتقول كلمة الله إلنا كلنا. لذلك بدي منكم تسمعوني منيح وتكتبوا ملاحظات، لأنه في خلط وتشويش كثير بالنسبة لكل موضوع حياة التسبيح. في أشخاص بيعتقدوا أنه التسبيح بيعني فقط ترنيم بعض الترانيم الجميلة. في بعض الكنائس بتعتقد أنه كنائس تسبيح لمجرد أنه عندها يلي بيسموه فرقة تسبيح، شو ما كان هالشي. في بعض الأشخاص بيسموا نفسهم تعرفوا كنائس عبادة إذا عندهم خدمة معاصرة، مثل ما شخص قال المعاصر اليوم أصبح تقليدي. نحن ما منتبع بدع الثقافة، نحن منطبق الكلمة، لأنه بالواقع حياة التسبيح أعمق بكتير من كل هالأمور. حياة التسبيح إلى معاني أبعد بكتير من كل هالأمور. حياة التسبيح فيها قوة مظهرة لتغير حياتك. حياة التسبيح عندها القوة لتثبت إرادتك. حياة التسبيح عندها القوة لتغذي ذهنك والقوة لتغذي أفكارك. حياة التسبيح عندها القوة لتنمي إيمانك. لكن فوق كلهم بدي قلكن إنه بهاليوم حياة التسبيح عندها القوة لتغلب إبليس والخطية بحياتك. ورح تقولوا كيف هالأمر؟ ببساطة لأنه حياة التسبيح بتغيرنا وبتكبرنا بالمسيح. بالواقع التسبيح بذكرنا بهويتنا وبهوية الله، وبيوضع الأمور بنصابة. التسبيح بيقودنا لتسليم أنفسنا للإله يلي أحبنا. لهالسبب هالسلسلة من العظات مهمة جدا. بدي شارك معكم من شهادة سي اس لويس الفيلسوف المسيحي العظيم. سي اس لويس لما كان مؤمن جديد وبالتالي مش ناضج بالإيمان، كان عنده صعوبة كبيرة مع كل هالمفهوم لحياة التسبيح لله وعن الله. كان عنده مشكلة مع فكرة التسبيح. البعض منكم عنده مشكلة مع كل فكرة حياة التسبيح. أنا بتفهم هالأمر. لهالسبب البعض منكم بيلاقوا انه تسبيح الرب بالعلن صعب.
أنا بعرف هالشي لأنه قادر شوف هالأمر. بتشعروا بالانزعاج. البعض منكم يمكن بيتشنجوا وقت التسبيح العلني. هيدا سببه أنه حياة التسبيح الخاصة فيك بحاجة لمساعدة. مثل سياس لويس، البعض منكم بيصارع مع وصية الكتاب المقدس تسبيح الرب بكل الأوقات، بالأوقات الحلوة وبالأوقات الصعبة. شوفوا شو قال بأول أيام إيمانه. قال كلنا منحتار الشخص يلي بيأمر وبيطالب دايما بإعلان لفضيلته وإعلان لذكائه وإعلان لحسناته. وبعدين بيكمل، وهالكلمات بالإنجيل بيّنت فظيعة، متك أنه الله عم بيقول يلي عايزكن تعملوه هو أنكن تقولولي أني صالح وأني عظيم. وكمل وظهر كمان كأنه كتاب المزامير كانوا عم بيساوموا مع الله. الله، هل بتحب التسبيح؟ طيب نفذ لي هالطلب وهالطلب وأنا بقدم لك تسبيح. انتهت المقولة. ومع الوقت لما سي اس لويس نضج بالإيمان وكبر بمعرفته وعلاقته بمعرفة كلمة الله وبعلاقته مع الرب، ابتدى يفهم أهمية حياة التسبيح. بدأ يفهمها فعلا على أنها طريقة للاستسلام يوميا لسيادة يسوع المسيح على حياته. بالواقع بهيدا الوقت هو وصل ل هالفهم الحقيقي والعميق لحياة التسبيح. لذلك بدي منكم تسمعوا شو قال بعد عدة سنوات. اسمعوا شو قال. فقط بفعل العبادة والتسبيح بيقدر الإنسان يتعلم الإيمان بصلاح وعظمة الله. ورجع قال الله بده إيانا نسبحه، مش لأنه عايز أو بيرغب بأي معنى إطراءنا، لكن لأنه بيعرف أنه التسبيح بيخلق فرح وامتنان. انتهت المقولة. بدي منكم تسمعوني منيح رجاءا. التسبيح منه أمر بتعمله لالله. انتزع هالفكرة من راسك. التسبيح منه رشوة لالله ليحقق لك شو بتطلب منه. انتزع هالفكرة من راسك. التسبيح منه أمر بتعمله وبيخولك تصير بصف الله وبعدين تعطي لائحة مشترياتك. لا، هيدا فهم خاطئ لحياة التسبيح. شو علمنا الله لإلي ولزوجتي ولعائلتي بهداك الوقت؟ بوقت التجربة الصعب علمنا إنه التسبيح بيوضعنا بمحضر الله نفسه، إنه التسبيح بيوضعنا بمستوى أعلى بمسيرتنا مع الله. رح تقولوا مش الله موجود بكل مكان وبكل زمان ونحن منعلم الأولاد أنه الله موجود بكل مكان وزمان؟ مش صحيح الأمر؟ طبعا هو صحيح، لكن الكتاب المقدس قال أنه الله يسكن. بالواقع الكلمة حرفيا بتعني أنه بينصب خيمته بطريقة مميزة وسط تسبيحات شعبه. هيدا بيعني أنه موجود بكل مكان وزمان، لكنه حاضر بشكل مميز جدا لما شعبه بيرفع التسبيح لاسمه. اسمعوا مرة تانية، ما في أمر أعظم بالحياة من الوجود بمحضر الله بهالوقت المميز. وبخلال هالسلسلة من العظات رح حاول أني أوعظ أقل وسبح أكتر. ما فيي وعدكن هالشي، لكن رح حاول. إنما يلي بدي أعمله اليوم هو خبركن عن أربع أمور، أربع دروس علمني إياها الله من كلمته هو عن حياة التسبيح. أربع أمور. رقم واحد، التسبيح بيكشف لإلنا عن حقيقة حالتنا الروحية. هلأ إذا معكن كتبكن المقدسة افتحوا معي على متى إصحاح 12 عدد 34. يسوع قال فإنه من فضلة القلب، وحدة من الآيات يلي حفظتها بأول أيام إيماني، فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. رح أرجع كررها.
فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. شو عم بيقول يسوع هون؟ هو عم بيقول إنه ما فيك تفصل يلي بتقوله عن يلي بتفكر فيه. ما فيك تفصل يلي بتقوله عن يلي بتآمن فيه بأعماق قلبك. ما فيك تزعم إنك بتقول غير يلي فعلا بتآمن فيه. هذا يلي بيقصده يسوع، إنه أساسا في قناة بين كيانك الداخلي وتمك، وهالقناة وظيفتها هي إنه تطلع يلي موجود بالداخل للخارج. بهالطريقة فعلا الله صنعنا، بهالطريقة خلقنا، وهذا يلي عم بيقوله يسوع، إنه يلي بتعبر عنه بكلمات هو يلي بتآمن فيه بأعماقك. اسمعوني منيح هون، إذا أنت شخص نقاء وشخص بيتزمر كل الوقت، ما فيك تقول أنا بقول هالأمور فقط لكن داخلياً أنا ما بآمن فيهم. هالأمر مش صحيح، لأنه السبب هو أنه حقيقة ما عندك قلب ممتن. لهالسبب أنت نقاء كل الوقت، لهالسبب تتزمر كل الوقت، ولهالسبب الناس بتهرب منك لأبعد مسافة ممكنة. هلأ إذا ما كنت مدرك لهالأمر أنا سعيد أن أعبلك. إذا أنت إذا بتتكلم كلمات عدم رضا وكلمات عدم اكتفاء كل الوقت، هيدا سببه أنه حياتك مليئة بعدم الرضا وسلوكك غير ممتن أيضا. إذا بتتكلم بانتقاد تجاه الناس كل الوقت، مش بسبب أنك اكتسبت العادة بانتقاد الأشخاص، لا لا لا، بل بسبب وجود روح انتقاد بعمق أعماقك يلي عم تطلع للخارج عبر هالكلمات. اسمعوني منيح هون، أنا عارف أني زعجت كثير من الأشخاص، لكن اسمعوني منيح. شفاهكن المسبحة هي مقياس مباشر لقلوبكن المؤمنة. شفاهكن المسبحة هي مقياس مباشر لقلوبكن المؤمنة. بعض الناس رح تقول طيب أنا بسبح الله بقلبي وبهدوء، أنا فقط ما بعبر عن هالشي بالكلمات. تعرف هيدي ما بتمر علي. يسوع عم بيقول انه كلماتكن هي تعبير عن قلوبكن، واذا قلبك مليء بالتسبيح ما فيك تخلي تمك مغلق. بدك تسمح لتمك انه يعبر عن التسبيح الموجود بقلبك. التسبيح بيكشف عن حالتنا الروحية، لكن تانيا التسبيح بيعيد توجيه مصيرنا الشخصي. انا بدي اسألكن سؤال وبدي منكن تجاوبه، اوكي؟ رح شير بأصبعي واختار شخص يجاوبني على هالسؤال. شو مصير الشخص يلي بيركز فقط على مشاكل الحياة، على تحديات الحياة وكل الأمور يلي منوجهها بكياننا الجسدي؟ شو رح يحصل للشخص؟ طيب أنا رح جاوب على سؤالي. قريبا جدا بفترة قليلة، هوية هالشخص إذا كان أو كانت شخص مسيحي مؤمن بالرب يسوع المسيح، وهيدا بالحقيقة مصدر هويتنا، قريبا جدا هوية هالشخص ومين بيكون رح تصير غامضة، رح تصير مبهمة، ورح تصير غير حقيقية. قريبا جدا رح يخسر رؤيته لمصيره السماوي. قريبا جدا رح فعلا ينزلق بالتشاؤم وبالسخرية وبالكآبة. قريبا جدا الحياة تخسر رونقها، تخسر فرحتها، وبتخسر حماسها. وبدي قلكن أمر، إنه بهالحالة فعليا ما عندكن إلا خيارين. فيك تختار إنك توضع نفسك بمكان التسبيح، أو تضل مكفى عايش بحياتك المظلمة. فيك تختار إنك تتمكن من التسبيح أو تتصارع مع مشاكلك. بهالمرحلة فيك تختار إنك تتقوى بأجنحة التسبيح وتسبيح اسم الرب، أو تغرق أكتر باليأس. ليه أقول هالكلام؟ لأنه لما أبدأ سبح الرب
بغض النظر عن المشاكل يلي عم واجهها، بغض النظر عن الصعوبات، بغض النظر عن أوقات المحن، بغض النظر عن تجارب بحياتي، لما ابدأ سبح الرب مثل آلة قديمة، أوقات ما فيي حتى خليها تقلع، لكن بستمر وبضل مستمر وبضل مستمر، وعاجلا أم آجلا رح تكتشف أن عيونك بتبتدي ترتفع وتبتعد عن مشاكلك وبتركز على مكانتك السماوية. عيوني بتبتدي تشوف بوضوح مصيري الأبدي، عيوني بتبتدي تشوف الله بالأجواء السماوية، مكان ما قوته منتشرة، مكان ما قدرته سيدة، مكان موقعه سامي. وبهالطريقة التسبيح بيبتدي يعيد توجيه مصيري. تسبيحنا لله بيعيد تركيزنا على الأمور الحقيقية وعلى الأمور العابرة. التسبيح بيكشف حالتنا الروحية، لكن تانياً التسبيح بيعيد توجيه مصيرنا الشخصي. وتالت أمر بدي شاركه معكم هو التالي، التسبيح بيعيد تثبيت ملك الله على حياتنا. نحن كنا سلمنا أنه الله حاضر بطريقة مميزة وسط تسبيحات شعبه، أنه بينصب خيمته بطريقة فريدة لما يسمع تسبيحات أولاده. نحن سلمنا هالأمر. هل أنتم مستعدين لهالشي؟ مكان ما الله بيكون حاضر بهالطريقة المميزة، الله بيحكم. هو ما بيجي ليجلس معك ويقول خليك مستمر، جيد جدا، أنا معك. لا لا لا، لما بتدعي بالتسبيح ليجي، هو بيجي ليحكم ويملك على حياتك. أنا شخصيا دايما بقول الله ما بيتحيز لطرف أبدا، هو بيسود. وثقوا بهالكلام. فكيف هو بيسود؟ لأنه تسبيحك لاسمه هو حقيقة دعوة إله ليجي ويحكم. هيدي دعوتك إله. ولهالسبب في بعض الأشخاص ما بيحبوا يسبحوا الرب، لأنهم بيعرفوا إنه رح يجي ويسود ومنهم مستعدين لهالأمر. تسبيحك إله، بتسبيحك لله أنت بتعلن الله أنت السلطة علي، أنت الحاكم علي، الله أنت ملكي، الله أنت السيد علي. هيدا يلي عم تعمله. وهو بيجي وبيسود. لما تدعي الله ليسكن بزواجك كون مستعد لأنه رح يسود على زواجك. لما تدعي الله ليجي على عائلتك هو رح يسود على عائلتك. لما تدعي الله ليجي على مهنتك هو رح يسود على مهنتك. لما تدعي الله ليجي على كنيستك هو رح يسود على كنيستك. لما تدعي الله ليجي على مدرستك هو رح يسود على مدرستك. ولهالسبب تسبيح هو أهم وسيلة لدعوة الله ليعمل مسكنه بقلوبنا، وبالتالي نحن عم ندعيه ليملك ويحكم بسموه على قلوبنا. التسبيح هو أهم وسيلة نطلب فيها من الله أنه ياخد السلطان بالكامل على حياتنا وعلى ظروفنا. التسبيح هو أهم وسيلة نطلب فيها من الله أنه يثبت أو يعيد تثبيت سلطانه علينا. لأنه شايفين الله ما بحب يشارك سلطانه مع حدا. الله ما بحب فكرة ومبدأ النص بالنص. الله ما بحب يشارك حكمه. الله ما بحب يشارك قوته. الله ما بحب يشارك مجده. هيدي طبيعته. هو يا بيسود يا بيخرج. بتقولوا شو قلت هلأ؟ رح أرجع أكرر للأشخاص اللي ما فهموا أول مرة. هو يا بيسود يا بيخرج. هلأ البعض منكم يمكن ضاعوا بالمبادئ اللاهوتية، بتقول عم تقصد اني رح اخسر خلاصي؟ ابدا لا، انا مش عم بتكلم عن خسارة الخلاص، هي خارج موضوعي. لما بتجي للرب يسوع المسيح ويكون اسمك موجود بسفر الحياة ما في شي بيغير هالامر، لكن رح قلك شو فيك تخسر
لما ما يكون هو سيد بحياتك رح تخسر فرحك، لأنه لما هو يجي ويسود ويملك بجيب معه فرح، لما يخرج ما في فرح. التسبيح بيكشف حالتنا الروحية، التسبيح بعيد توجيه مصيرنا الشخصي، التسبيح بعيد تثبيت ملك الله على حياتنا. رابعا، التسبيح بيعزز علاقتنا مع الله. تعرفوا احد المشاكل يلي كلنا عنا اياها، بعتقد هي مشكلة بالجنس البشري، هي انه سهل جدا إلنا إنه نوقع بحب أنفسنا. فعلا منوقع بسهولة، منوقع بسهولة بحب قدراتنا، نحنا بسهولة منوقع بحب ذكائنا، نحنا بسهولة منوقع بحب براعتنا، فينا بسهولة نوقع بحب معلوماتنا ومعرفتنا العالية وقدراتنا ومكانتنا أو مستوانا. بسهولة نبدأ نفكر أنا أهم أمر حصل بعد اختراع الخبز. لكن شوفوا شو بيعمل التسبيح، اسمعوني رجاء، شوفوا شو بيعمل التسبيح. التسبيح بيذكرنا بمكانتنا الحقيقية وبمكانة الله الحقيقية. يلي بيعملوا التسبيح هو إنه بيذكرني إنه أنا إنسان خاطئ مفدي ومخلص فقط بنعمة الله تامة. سبب وراء معرفتي لمين أنا بالحقيقة وحقيقة الله، مش بهدف أن أمشي بالحياة وأقول أنا إنسان مسكين، أنا خاطئ غير مستحق، ما بقدر أقوم بأي أمر، ما تطلبوا مني أخدم، ما تطلبوا مني أي أمر، لأن غير مستحق، أنا غير مستحق. كان عندي شخص هيك بكنيستي الأولى بأستراليا بسيدني، وفي يوم ما تحملته كتير وانزعجت، كنت شخص غير صبور بأيام شبابي. انزعجت كتير لأنه كل مرة كنت أطلب منه طلب كان يقول آه أخ يوسف أنا غير مستحق، وقلت نحن عارفين هالأمر، تفتكر لو مش عارفين كنا طلبنا منك؟ ونفذ الطلب. لا 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 لا، مش هيدا هو الهدف. الناس هيك بتحرف الحقيقة، بتحرف الوقائع. بالعكس، إن يكون واعي بخصوص خطاياي بيقودني للتوبة، والتوبة الحقيقية بتوصلني لقدر حقيقة صلاح الله ورحمة الله ونعمة الله. هيدا هو الهدف. كل ما نكون واعيين بخصوص ضعفاتنا وأخطائنا، كل ما منفهم أكتر فضل الله تجاهنا. هيدا يلي بيعملوا التسبيح. كل ما بفهم فضل الله، كل ما بندفع وبتحمس لأخدمه. هيدا هو الهدف كله. ولهالسبب الكتاب المقدس من الأول للآخر بخبرنا إنه السر للاكتفاء والفرح الحقيقي بالحياة، اسمعوني، إذا ما بتعرفوا الرب يسوع المسيح كمخلص ورب يمكن ما تفهموا هالأمر، لكن بأمل إنه اليوم يتم هالشي لتبدأوا بالفهم. الكتاب المقدس من الأول للآخر بيقلنا إنه السر للاكتفاء والفرح هو حياة التسبيح للرب. مش صباح يوم الأحد، مش فقط صباح يوم الأحد أو مساء الأربع، أنا عم بقصد حياة تسبيح. مثلا لو سألته أشعيا، أشعيا شو هو السر؟ شو هدف الحياة؟ كان بجاوبكم ب 43 20 21 انه نقدر نعلن تسبيحه. اذا سالته الرسول بطرس، بطرس شو هو هدف الحياه؟ بطرس الاولى 1 6 و7 كان رح يجاوبكم لحتى نقدم مدح وكرامه ومجد ليسوع المسيح. لو سالته الرسول بولس، بولس شو هو هدف الحياه؟ كان رح يجاوبكم بافسس 1 لمدح مجده. لو سألت الرب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح شو هو هدف الحياة؟ كان رح يجاوبكم بلوقا 19:38-40 لحتى تسبحني، ولو ما سبحتني الحجارة رح تسبح. إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية، أطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب.
العثور على الفرح المنشود. سوف تتعلم من خلاله عن محبة الله العميقة لك، وستختبر غفرانه غير المحدود. وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود أن تسير بقربه وفي مخافته أكثر وأكثر، كتيب الخطوات السبع في مغامرة إيمانك سيقودك إلى بناء علاقة حميمة مع الآب السماوي. أطلب نسختك المجانية الآن.